بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے دوست، آج منگل کے دن کسی بھی وقت یہ دعائیں لازمی پڑھ لیں، انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت بھی ہو، ہر قسم کی پریشانی ختم ہو جائے. دوستو، آج کے دن ایسی دعائیں سکھانے والا ہوں جو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے حالات زندگی بدل کر رکھ دیں گے. یہ دعائیں آپ کی مشکلات کو حل کر کے رکھ دیں گے. یہ دعائیں انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیں گے. آپ کی کوئی بھی ایسی حاجت ہے جس کے لیے آپ بہت سے وظائف کر چکے ہیں، ہر ممکن کوشش کر چکے ہیں لیکن وہ پوری نہیں ہو رہی، تو ایک مرتبہ ان دعاؤں کو پڑھ کر دیکھیے، ان دعاؤں کو پڑھیے اور اپنے لیے دعائیں مانگیں. انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ پاک ضرور قبول فرمائیں گے. پیارے دوستو، اگر آپ بیمار ہیں، بیماریوں سے شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ دعائیں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں. آپ آج کے دن ان دعاؤں کو خود بھی پڑھیے گا اور دوسروں تک اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا. تو آئیے دعائیں سماعت فرما لیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أستغفر الله يا مسبب الأسباب، حسبنا الله ونعم الوكيل. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. لا إله إلا الله. سبحان الرحمن الرحيم. سبحان رب العالمين. سبحان الجبار المتكبر. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم. سبحان الملك القدوس. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا حي يا قيوم يا حي لا يموت. يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. الحمد لله رب العالمين.
أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدعني ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صلى الله عليك يا نور يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر لي وارحمني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا سبحان الغني العظيم سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت. رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. أستغفر الله ربي وارحمني. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدعني ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. حاجة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان العلي العلا سبحانه وتعالى. سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم. سبحان الحي الذي لا يموت. رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پیارے دوستو، آپ نے ان دعاؤں کو دن کے وقت کسی بھی ٹائم پڑھ لینا ہے.